السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين ومتابعين قناة علي بروتك. إن شاء الله تكونوا تمام وكل خير. النهاردة إن شاء الله هقدم لك حل سهل وبسيط لمشكلة عدم الدخول إلى صفحة الراوتر في جوجل كروم أو فايرفوكس بدون أي ريسيت أو ضبط مصنع الراوتر أو الهاتف، لأن في البداية المشكلة مش متعلقة بالهاتف أو الراوتر، المشكلة كلها متعلقة بتحديث جوجل كروم الجديد نفسه. فطبعا موضوع إنك تعمل ضبط مصنع ملوش أي علاقة بالمشكلة نهائيا من قريب أو بعيد. زي ما حضرتك شايف كده، بحاول أدخل لإعدادات الراوتر فبتظهر معايا الرسالة دي وصفحة الإعدادات مش بتفتح. طيب ايه هو الحل؟ هقول لك حالا الحل ان شاء الله، لكن اتمنى ان قدرت افيدك والمشكله تم حلها. ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، وطبعا تشرفني بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وان واجهت حضرتك اي مشكله اكتب لي في التعليقات وان شاء الله يتم حلها. طبعا العديد من مستخدمي الانترنت في مصر والعالم العربي في الوقت الحالي بيتواجهوا مشكله عند محاوله فتح صفحه الدخول الخاصه بالراوتر، وذلك لان المتصفح بيقوم بمنع الدخول الى الصفحه الخاصه بالراوتر. بدايه طبعا حمايه المتصفح من صفحه الراوتر واللي هي مش بتستخدم تشفير ال HTTPS، وده اللي بيحافظ على خصوصيتك على الانترنت وبيعمل على تشفير البيانات اللي بتستخدم على هذه الصفحه. ولكن صفحه الراوتر صفحه داخليه وليست صفحه موقع على الانترنت، فطبعا مفيش داعي للخوف او القلق. المشكلة حلها بسيط جدا، كل اللي هتحتاجه هو متصفح غير جوجل كروم او فايرفوكس، طبعا يكون متصفح امن. فهنروح نثبت متصفح اوبرا مع بعض. طبعا متصفح اوبرا غني عن التعريف، وهكون سايب لحضرتك رابط مباشر للمتصفح جوجل بلاي في الوصف، تحمل التطبيق من خلاله. بعد ما تثبت المتصفح هيكون ظهر عندك بالشكل ده، تفتح المتصفح وتبتدي تكتب الاي بي الخاص بصفحة الراوتر. بعدها تظهر عندك بالشكل ده، هتروح للسهم اللي فوق ده ريفريش وتضغط عليه، وبعدها تحدد المربع ده. طبعا ما تقلقش، زي ما قلتلك في اول الفيديو تضغط على متابعة، هتفتح معاك الصفحة بدون اي مشكلة. وبكده تكون حلينا مشكلة النهاردة. وما تنساش لو قدرت افيدك تدعمني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.